حنايا اليوم هنايا كنشوفوا حاضرين لواحد الندوه حول المستقبل التكوين الطبي، ولكن على الرغم من ذلك ما خصناش حنا عارفين باللي تقليص عدد السنوات خدا واحد الصيت كبير، هو مشكل مهم، ولكن هذا الشيء ما خصوش يخفي لينا المشاكل كامله اللي عندنا سورتو حنا كشعبه الصيدله، لان هذا القرار لا يمسنا بصله، وحتى شعبه الطب عندها مجموعه من المشاكل الاخرى. اذا الملف المطلبي ديالنا والحراك الطلابي ديالنا والنضال ديالنا لا يتمحور حول محور واحد، وانما في بزاف ديال المحاور، منها التدريب الاستشفائيه، منها جوده التكوين بصفه عامه، منها الاكتضاد اللي كنعانيو منه سورتو كشعبه صيدله. وحنا اليوم هنا باش نمثلوا الشعبه ديالنا لا من خلال التدخلات، على الرغم من ان تقدر المحاوره ما تدورش على هذا الشيء كامل، ما تدورش زعما على شي حاجه كامله، مي حنايا هنايا باش نغوبريزونطيو الشعبه ديالنا. هذا الشيء من جهه اخرى حنا دخلنا لهذا المسلسل النضالي دابا منذ ازيد من 3 اشهر ونصف، جو كرو لو 16 ديسمبر. ماشي حنا اللي طلبنا انه يطول هذا الشيء، بالعكس حنايا ما عجبناش الحال انه مطول، والدينا ما عجبهمش الحال، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه ما عجبهمش الحال، وانما هذا الشيء ما عرفناش حنا لما كنحملوا مسؤوليه، وكنطالبوا زعما المسؤولين والقطاع الوسيط والجهات المسؤوله على القطاع والوزارتين الوسيطين انهم يتحلوا بشويه ديال العقلانيه وشويه ديال التريث في التعامل مع هذا الملف، لان هذا كانت مازال كتشكل قضيه راي عام، لاننا حنايا غادي نضيعوا، حنايا ما بغيناش نضيعوا. بالنسبه للناس اللي كيقولوا بلي حنايا كندخلوا في توسكي بيداغوجيك، في كل ما هو بيداغوجي وفي كل ما هو تربوي، هذه حاجه اللي غالطه، لانه حنايا في الملف المطلبي ديالنا لا في الخرجات الاعلاميه اهم حاجه كتهمنا هي الهيكله. عمرنا دخلنا مثلا في الليجان ديال اننا نعرفوا شنو هو الكونكور، عمرنا دخلنا في شي حاجه اللي كتخص الاستاذ بصفه خاصه، ولا كتخص واحد اللجنه بيداغوجيه اللي تقدر تكون مكونه من مجموعه من الاطراف، وانما حنايا كنطالبوا بداك الشيء سطحي، نكونوا عارفين فين غاديين، وهذا الشيء زعما حق مشروع، لانه اول حاجه فاش كتطبق شي حاجه جديده راه كتطبقها على الطالب، يعني لابد من اشراكه، ماشي اشراكه اعلامه واشراكه، ماشي غير تجي وتقولها ليه في اخر لحظه، على الرغم من انه اول واحد متضرر بهذا القرار ربما. حنا الصراحه الضرر ديالنا من تخفيض من 7 ل 6 سنوات كيتمثل في بزاف الحوايج، اولا من الساعات ديال التدريب الاستشفائيه، بحيث كتمشي اكثر من 600 ساعه في السنه السابعه، واللي ما كتكونش في واحد المستشفيات جامعيه مركزة في وسط المدينة، كتمشي المستشفيات الجامعية بيريفيريك، أو اللي كيكونوا في البادية، كيكونوا خارجين شوية بعد على المحيط ديال المستشفى الجامعي، تما فين كتشوف أمراض جداد، كتكون عندك مسؤولية جديدة، حيت كتكون نتايا سيتيماني، كتكون زعما في السنة السابعة، كتكون بحال قلتي في زون فونكسيون دانتيرن، كتكون كدير الوظيفة ديال الطبيب الداخلي، كتكون عندك المسؤولية في الحراسة، كتكون عندك المسؤولية في كاع المرضى اللي كيجيو لذاك السبيطار. حنا الصراحة هذا التدخل ماشي كان في نظام بيداغوجي، إنما هو كاين باش نحسنوا جودة التكوين. ملي كتكون جودة التكوين مزيانة ما عندناش حنايا مشكل في 7 ولا 6 سنين، وإنما حنايا خرج في هذا المسلسل النضالي حيت عندنا مشكل في جودة التكوين، عندنا واحد النقط عالقة اللي ما كتعلقش ب6 أو 7 سنوات قد ما كتعلق بجودة التكوين، قد ما كتعلق بليزانديمينيتي أو التعويضات عن المهام، وكما كتعلق بأراضي التدريب الاستشفائية اللي حاليا كنعانوا من واحد الاكتضاد، ونقصنا عام كنقص لي واحد 600 ساعة اللي نقد نزيد فيها من الإكسبيرونس ديالي ونعاون المواطن انه يكون صحة افضل. حنا لحد الان تسد باب الحوار مع الوزارتين الوصيتين، حنايا لحد الان الطلبه باغي نفتحوا باب الحوار، والملف المطلبي راه واضح وكاع المطالب مشروعه، عندنا 4 نقاط العالقه، الاولى هي المرور من 6 الى 7 سنوات، الثانيه هي السلك الثالث او ما بعد الدبلوم هي التخصص، عندنا مشكل ديال التعويضات عن المهام، وعندنا مشكل ديال التدريب الاستشفائيه ديال اراضي التدريب الاستشفائيه حيت فيها الاكتضاد. حنايا كطلبه ديال الطب والصيدله حنايا المطالب ديالنا ما بغيناش نقيسوا السياده ديال البلاد ديالنا، بل بالعكس حنايا المطالب ديالنا هو غيره على البلاد ديالنا، غيره على المواطنين اللي غادي نداويوهم لهنا واحد العامين ولا واحد 3 سنوات، هذا هما المطالب ديالنا. حنا شنو كنطالبوا؟ كنطالبوا حنا بجوده التكوين، حنايا ما بغيناش نقصوا واحد العام تنقص لنا 600 ساعة وتنقص لنا هذيك الاكسبيريونس، بل بالعكس حنا بغينا نزيدوا الاكسبيريونس، بغينا حنا نزيدوا نتعلموا باش النهار اللي غادي نخرجوا حنايا الاراضي ديالنا في العمل نكونوا على اتم استعداد باش نكونوا نداويو المرضى ديالنا على اتم حاجة نقدروا نديروها.
هذا المشكل هذا هو واحد المشكل اللي نقدروا نحلوه بالحوار، ما نقدروش نحلوه بواحد القرارات اللي هي ما غاديش نقول تاسفيه، ما غاديش نقول هذا، ولكن نقول واحد القرارات اللي كيسحبوهم حنايا هي جينا وقاطعنا، بل بالعكس حنايا قمنا بواحد المقاطعات هذه اعوام، هذه واحد العامين بالمقاطعه ديال النهار يومين، بل في هذا العام هذا نيت قمنا بالمقاطعه ديال النهار، بالمقاطعه ديال نهارين ديال ثلاث الايام عاد جينا ودرنا هذه المقاطعه هذه المفتوحه. حنايا الافق ديال جلسه حنا بغينا يتفتح لنا الحوار، حنا كطلبه ما كنطلبوش بشي حاجه كثير، كنطالبوا يتفتح الحوار، تكون واحد المناقشه، تكون واحد المناقشه اننا واحد الاخذ ورد باش نعرفوا واش ست سنوات في صالحنا ولا لا، وماشي في صالحنا فاش كنقولوا حنا واش في الصالح ديالنا ولا لا، ولكن واش في صالح المواطن المغربي ولا ماشي في صالحه. حنايا كيف ما قلتها في الاول واحد الطلبه اللي غيورين على البلاد ديالنا، ما بغيناش نمشيو نداويو في شي بلاد اخرى، ما بغيناش نمشيو نداويو في شي بلايص اخرى، حنا ما كرهناش، بغينا نداويو هنايا في المغرب، ولكن بغينا نداويو ونكونوا عارفين شنو كنديروا، ما بغيناش نتعلموا في الناس، بغينا حنا نداويو المغاربه ويكون عندهم احسن طبيب، حيت المواطن المغربي عنده الحق في احسن طبيب. Thank you.